السلام عليكم. انا هذه عام ونص وانا ساكنه في هذا، انا هذه 20 عام وانا ساكنه في هذا الكراج، وعام ونص وانا ما عندي لا مال لا دو، وراجلي متوفي هذه 5 سنين، وعندي جوج بنيات، وحده تكون تتكتب عندها الثامنه، تتكون تتكتب والكتوبه كاع تيفزقوا يعمروا ليها بالشمع، تيشد ليها الشمع في شعرها. واش نقول لك اولدي، وهذا القصدير صابوه ليا عين الناس، هما اللي صاوبوا لي هذا القصدير، الله يرحم ليهم الوالدين، كله تيقطر عليا، والمناعي تنشري الماء وتنشري الشمع، والله ينصر سيدنا والله يطول عمره، وتنطلب سيدة ربي كاع اللي شاف هذا الفيديو يحن قلبو عليا، وهاد البنيات بنياتكم وانا راني اختكم، الله يرحم الوالدين.